موقفنا من هيئة الانتخابات المعروفة نعتبرها هيئة غير مستقلة وتخدم مشروع الرئيس. بالنسبة للاتهامات هي محاولة لتشتيت الرأي العام حول التجاوزات التي تقوم بها الهيئة من عدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية وتجاوزاتها القانونية. نحن منظمة تحترم القوانين. التمويلات الأجنبية مشروعة قانونا بمقتضيات المرسوم 88، فما إجراءات وقوانين يجب اتباعها حين تلقي تمويلات أجنبية. نتلقى تمويلات أجنبية من جهات مانحة معترف بها من الدولة التونسية وفي إطار قانونية. نقوم بكل الإجراءات اللازمة من إشعار البنك المركزي، من مراسلة مصالح إدارة رئيس الجمهورية، من الإعلان في الجرائد المكتوبة. موقعنا الرسمي نجم نلقاو فيه كل التفاصيل حول تمويلاتنا، المانحين، المبالغ والمشاريع اللي قمنا بها. نروا أنها مثل هذه الممارسات، وخاصة أنها ليست الشكاية الأولى تقدم بها الهيئة بدنا، إن قدمت بشكاية لأنها اعتبرت أن قمنا بنشر سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية ويتعلق بتقرير كنا خدمناه حول قيس سعيد وحصيلة وعود قيس سعيد خلال 5 سنوات، وهي مبادرة كنا نقوم بها من 2014 طبقناها على كل رؤساء الحكومة ورؤساء الجمهورية. الهيئة تلتجئ للقضاء معتبرا ذلك سبرا للآراء وهو اتهام باطل. مرة أخرى نعتبر أن هذه الشكايات كيدية من هيئة لا تحترم القانون، وهي تتحول وتحولت إلى أداة من أدوات الدكتاتورية. تم تمكينا من الاعتماد بملاحقة الانتخابات، ونذكر أن كنا لاحظنا كل الانتخابات من 2014 رئاسية تشريعية وحتى الانتخابات البلدية. لسنا المنظمة الوحيدة أو الجمعية الوحيدة التي ترفض الهيئة تمكينها من الاعتماد. الهيئة تهدف إلى إقصاء المجتمع المدني وغير وعدم تمكينه من ملاحقة الانتخابات. نحن باش نواصلوا في الخدمة نتاعنا، باش نواصلوا اللعب دور نتاعنا، نواصل بالمطالبة بمناخ انتخابي وانتخابات شفافة ونزيهة وتحترم المعايير الدولية، وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات السلمية للالتجاء للقضاء، لأننا نؤمن بعلوية القضاء وباحترام القوانين وحتى الاحتجاج السلمي. وكنا معناها شاركنا في تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات لتدعو لي وقفة ومسيرة يوم الجمعة 13 من ساحة الباساج إلى الحبيب الغيبة للمطالبة بأكثر من حقوق وحريات واحترام قوانين في البلاد.